الفصل كان سريع لأنه أنا ما سمعت، بس شغلة واحدة دايما بنسمعها التوازن مع كارلا يلي بتشدد عليه، دايما بتخبرنا إياها من الاستوديو مباشرة. اليوم كارلا بعيدة عنا شوي بس ثرو زوم رح تكون عم بتخبرنا وعم بتقلنا كل التفاصيل. كارلا صباح الخير. صباح الخير، كيف شو أخبارك؟ أخبارك؟ الحمد لله، اشتقت لك. مشتاق لك معي بالاستوديو، هيدي ما فيك تعملي هيك ابدا فينا. لا لا خلص بعود لك اياها. اكيد دفنتلي. كارلا، اليوم موضوع بيطرح حاله مع بدء الصوم عند الطوائف المسيحيه اللي بتعتمد التقويم الغربي. بدا الصوم نهار امبارح، الصوم الكبير ان شاء الله بينعاد على الكل، وان شاء الله بينعكس كمان ليكون صوم ايجابي بالمقابل الى جانب الصلاه. الصوم ايضا عن الاطعمه في نظام غذائي معين كمان يتبع من خلال هالصيام، كيف رح نحكي عنه؟ هلا هو ضروري اليوم نضوي على الاطعمه اللي عاده ناكلها خلال فترة الصوم، ونشوف كيف فينا نحن ندمج أو نمزج بين الأطعمة النباتية، لأن طبعا مثل ما الكل بيعرفوا خلال الصوم الكبير يلي كمان مبلش عند الطوائف المسيحية اللي بتتبع التقويم الشرقي أسبوع الجاي، في أشخاص بيقطعوا كل أنواع البروتين الناتج عن البروتين الحيواني، ما يعرف بالبروتين الحيواني، من ضمنهم الألبان والأجبان. يعني كارلا، هيدا النظام الغذائي اللي عم نحكي عنه، قبل ما نحكي بتفاصيله، قبل ما نحكي الواحد كيف لازم يتأقلم معه، هل هو صحي بأنه الواحد يعمل هيدا الربتور، هيدا القطع المفاجئ لهالمكونات بنظامه الغذائي؟ هو شادي دائما نحن بنقول انه لازم يكون في توازن، بس مثل ما بيقولوا سبحان الله، حتى بالطبيعه فينا نعوض. يعني بتعرف في اشخاص اختياريا بيقطعوا او بيختاروا انه يوقفوا المواد الحيوانيه لسبب من الاسباب، في اشخاص صحيا بيكونوا مضطرين انه ما يتناولوا الألبان والأجبان أو أي مشتقات من الحيوان. فنحن اليوم رح نقول كيف فينا نرجع نعوض بالمواد أو الغذائية الأملاح المعدنية البروتينات من خلال مزج بأنواع الأطعمة النباتية. فبالأول شو رأيك نبلش بالبروتين؟ بعرف أنت من جماعتي اللي بهمهم ما يقفوا البروتين. طبعا رح نبلش بهيدي الكاتيجوري لانه هي جزء من الورك اوت، جزء من حياتي وجزء من حياه كتار من العالم، عشان هيك ما فيهم يتخلوا عنها. سو شو السبستيوت او شو البديل يلي بدنا نعوض فيه عن هيدا البروتين كارلا؟ كيف لازم نتصرف؟ صنف واحد، مجموعه غذائيه واحده، وهي ما يعرف بالبقول او البقوليات او عالم البينز. وبتعرف انه نحن بمطبخنا لبنان الشرق اوسطي قد ما بدك في بينز، من الحمص للفاصوليا للعدس للفول، الالوان الفاصوليا، وفينا نعمل فيهم شو ما بدنا. فانا بقول نحن بفتره الشخص الصايم او لا، كلنا لازم ندخل من فصيلة الفاصوليا إذا فينا نقول بشكل يومي بغذائنا، لأنه مش بس هي مصدر جيد جدا للبروتين، بس طبيعيا ما بتعطينا ولا نوع من الدهون الجامدة اللي بتأذي، اللي عادة بتترافق مع اللحوم. هيدا أول نصيحة وأول توازن لازم نعمله. على شو رح ننقل نيكست؟ رح ننقل للحبوب. هلا الحبوب يعني برغل، يعني شوفان، يعني رز، يعني قمح، مصدر للنشويات ما فيها كتير بروتين، يعني كمية كتير قليلة. بدك تحسب انه مثلا بنص كباية رز مسلوق فيها جرامين يمكن من البروتين او ثلاثة ان كترت. بس ليش مهمين؟ لانه اذا زدناهم مع الفاصوليا وعائلة الفاصوليا، الأحماض الأمينية أو هالبروتين اللي نكزة أنقص بالفاصوليا من اللحمة بيتكمل وقت نضيف لهم حبوب مثل الرز مثل القمح. يعني نحن وقت نعمل مجدرة
إن كانت مجدرة رز أو مجدرة برغل، عم بيكون عندنا طبق كامل بيعطينا كل البروتين اللي نحن بحاجة له. نعم. إلى جانب هذا التوازن ما بين البروتينز وما بين الحبوب يلي بتعطينا النشويات، بتعطينا يمكن هذه الانرجي لنقدر نكمل، على شو لازم يرتكز أيضا نظامنا الغذائي بس نقطع اللحمة، أو في ناس بتقطع كمان عن البياض كارلا؟ صح. وبما انه جبت سيره البياض يا شادي، نحن وقت نفكر انه ما عم ناخذ البان واجبان، اكثر شيء بنعتل همه هو معدن الكالسيوم. أوكي. لانه معدن الكالسيوم اكثر شيء موجود اذا بدك بالحليب ومشتقات الحليب، وجسمنا معمول ليمتص احسن شيء الكالسيوم يلي من هالمواد. فانا برجع بنتقل لاصناف ثانيه نباتيه هل ممكن انه جسمي ما يمتصها كثير منيح قد ما بنمتص الكالسيوم من الحليب، بس بعدها خيار جيد. وهي طبعا نرجع منعيد كل انواع الفاصوليا تقريبا كوب، شوف هلا لاحظ شادي الكميات كيف رح تفرق. يعني انا كوب من الفاصوليا المطبوخ طبعا رح يعطيني كميه الكالسيوم يلي موجوده بكوب من الحليب. هون الافضليه. يعني انا اسرع لي اشرب كبيت حليب من ما اكل مثلا صحن فاصوليا. بس بما انه نحن عم نقول كله فاصوليا ومشتقاتها لانه كمان فيها بروتين، فعم نلبي حاجتنا. وللاشخاص اللي مثلا ما بيقدروا ياكلوا كل يوم او بينزعجوا من البقول بشكل يومي، في عنا هالاصناف الثلاثه اللي بتعوض شوي. اولا البروكولي. أوكي. بس كمان مره بدنا ناكل ما يعادل كوب ونص من البروكولي ليطلع لنا تقريبا 200 ملي جرام من الكالسيوم، أو بدنا ناخذ تقريبا ملعقتين كبار من الطحينة، ملعقتين كبار من السمسم، نص كوب من اللوز، أو ملعقتين كبار من الألمند باتر أو زبدة اللوز. كمان مرة برجع بقول ضروري يدخلوا بغذائنا بشكل يومي، لأنه جسمنا ما رح يمتصهم قد ما، لأنه ما رح يمتص كل الكمية الموجودة بهالمواد قد ما بنمتص من الحليب من الجبنة أو اللبنة. بس كمان مثل ما قلنا بيقدروا يساعدوا ويعوضوا. كمان ما لازم ننسى في عندك السبانخ، الملوخية، كل هيدي كمان مصادر جيدة للكالسيوم. ولا معادن تانية مثل الحديد اللي هلأ رح نحكي عنه كمان للأشخاص يلي طبعاً لازم يوصلوا الحديد بشكل دوري، يعني السيدات والسيدات اللي بتعرف دورة شهرية بيخسروا دم بشكل دوري. كيف لازم يعوضوا عن هذا الموضوع؟ كيف لازم يدعموه بنظامهم الغذائي خلال الصوم؟ المشكلة الحديد بالمواد النباتية انه انا جسمي نوع الحديد اللي بالمواد النباتية جسمي ما بيمتص غير 5% منه، بينما الحديد موجود باللحوم بقدر امتص 20 او 25% منه، يعني موجودة باللحمة. فشو كيف بنعمل لحتى نحسن من هالامتصاص؟ بنزيد طعام فيه بقلبه مصدر للفيتامين سي. مثل السبانخ؟ يعني احيانا شيء سبانخ. شو بتزيد معه مصدر للفيتامين سي؟ يلا يا شادي. سبانخ وحامض. برافو. دايما يو بوت مي اندر تيست، بصير انا عم فكر انه سبانخ اوكي حامض. بس ولا مره قطمت على طول عم صحيح. بتعرف تجيب بخلص حالي دغري ما بعرف كيف. تلميذ شاطي. طبعا. فمنزيد عصير حامض، فينا ناخذ كبايه اورنج جوس، بس طبعا انه بنفضل اشياء احسن من الاورنج جوس لانه مش دايما بيزبط مع السبانخ، وبنفضل من دون العصير. مثلا وقت اكل انا صحن تبوله مع صحن المجدره او صحن فتوش كمان مع كل انواع الخضار، بس عم بقول تبوله لان تبوله البقدونس فيها كثير فيتامين سي، حبه فليفله مثلا او صحن سلطه ملفوف، هدول كلهم كثير فيهم فيتامين سي الى جانب طبق المجدره. عم نحكي على العدس لانه طبعاً من البقول اللي فيها حديد. وطبعا مثل ما قلنا بنزيد قد ما بدنا، هيك نزيد حامض على السبانخ او على السلق او حتى على الهندبه مثلا اذا عم نعمل طبق هندبه كثير طيب هلا. وهون مثلا الاطباق اللي فيها بس حشيش مثل ما بيقولوا نسبه البروتين فيها ما رح تكون عاليه، فهون بهيك حاله
بعززها او بدعمها بشويه حمص، يعني في اعمل هندبه او الخبيزه وبنزيد عليها مثلا نص كوب من الحمص المسلوق الحب عفوا، او بقدر يكون على حد الهندبه عندي مثلا حمص بطحينه. يعني هيدي تريك لحتى نكون عم نعوض عن النقص بنظام البروتين اللي مفترض يكون موجود بنظامنا الغذائي. كارلا ما بعرف اذا بعد في شيء بدك تحكي عنه سيبريتلي او في اسال سؤال. ايه هلا يلا بس شغله واحده ونرجع نتحدث انا وياك. اتفضلي. بس بدنا ننتبه انه بوقت الصيام الكبير بنضطر نشبع حالنا بالخبز وبالمقالي. الحل مثل ما قلت قبل انه ما اتكل يكون عندي بس مثلا هالقلوبية بزيت تشبع، بس انه هندبة او سبانخ او الاشياء بس حشيش ما رح تشبعني اذا ما في مصدر للبروتين. لهالسبب كمان كنت عم بقول دايما حطوا شوية حمص بطحينة مجدرة مدردرة شوربة عدس الى جانب طبق الخضار لحتى ما اضطر اكل كتير خبز لحتى شبع حالي. وكمان تعرف نقل كتير، ففي أوقات كتير الغداء بيكون بس كوسة مقلي وبتنجان مقلي وأرنبيط مقلي. هيدي الجزء أول شيء أوفر أنه ما نقلي أنت من رأيي، وأخف على الصحة، فبدل ما نحضر هالأطباق مقليين نعملهم مشويين طبعا، او هيك فينا نلتهم بشويه زيت مثل ما قلت، بنحطهم بالصينيه كمان بيطلعوا يعني بزيت كتير قليل. يعني في عنا تريكس دايما موجودين لنحافظ على صح زيت زيتون بنخلطه مع زيت زيتون وبالفرن ولا أطيب. بيطلعوا غير شكل. كارلا كمان النظام الغذائي وخاصة خلال الصوم، لأنه بننقطع فترة تقريبا 12 ساعة، الأشخاص اللي ببلشوا صيامهم ب 12 منتصف الليل يقدروا يرجعوا ياكلوا ل 12 الظهر، يعني عنا 12 ساعة فاستينج نرجع ناكل من بعده. قد ايه المي ضروري انه نكون عم نحافظ عليها بكميات ايضا معتدلة خلال هيدا الصيام، ما ننسى هيدا الموضوع ضروري جدا انه ما ننسى المي، لان عاده بنكون جوعانين اول شيء بناكل، فهون ضروري نشرب على القليله كبايه او نص كبايه مي. وهون كمان بدي هيك خفف على الناس وقول لهم انه هلا نحن صرنا بنحسب كبايه الشاي وكبايه القهوه من السوائل، فاذا الواحد شرب شويه مي، يعني هو افضل يكون مي سادة على الريق مثلا نص كباية إذا ما قادرين نشرب الكباية كلها، وراها مثلا كباية شاي أو كباية قهوة، هدول بينعدوا من السوائل. كارلا شكرا لك على هذا التوازن اللي دائما بتحطي لنا اياه بنظامنا الغذائي، شكرا على التبس اليوم المتعلقة بالصوم، وبنلتقي الأسبوع الجاي إن الله راد إن شاء الله. شكرا لك.